أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. حديثي في هذه الحلقة عن موضوع وهو عبارة عن سؤال وهذا هو سؤال بصراحة سؤال الأسئلة. سؤال مصيري، سؤال حاسم، سؤال يتعلق في الأبدية. سؤال بهمك أنت اليوم شخصيا بهمني أنا وبهم كل إنسان في هذا الوجود والسؤال هو ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص ماذا أفعل لكي أخلص هذا العنوان أخذته من آية موجودة في سفر أعمال الرسل إصحاح 16 وفي هذا الإصحاح الرسول بولس وأصدقائه من خلال إعلان إلهي من خلال رؤيا إلهية رجل مقدوني قائم قائل اعبر الى مقدونيا واعنا وفعلا وصلوا مقاطعة رومانية اسمها او كولونية رومانية اسمها فيليبي وهناك حدث عدة امور، اولا واحدة باسم ليديا بائعة الارجوان امنت واعتمدت هي واهل بيتها ثم جارية فيها روح عرافي اخرج هذا الروح باسم الرب يسوع المسيح. والنتيجه انه اثار البلد ضجه كبيره على هذا الموضوع لانه البزنس صار فيه خساره فالقوا القبض على بولس واصدقائه بالتحديد سيلا عامل مع بولس الرسول وحطوهم في السجن الداخلي وحطوهم في المزالج في القناطر والسلاسل مقيدين. بولس وسيلا كان بحسب كلمة الله يعني أقرأها مكتوب ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا فنادى بولس بصوت عظيم قائلا لا تفعل بنفسك شيئا رديا لأن جميعنا ها هنا فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد ثم أخرجهما وقال يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص قال آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك قال يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ قال آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وبيستمر الكتاب يقول فأخذهما وكلماه وجميع من في بيته بكلمه الرب فاخذهما في تلك الساعه من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له اجمعون ولما اصعدهما الى بيته قدم لهما مائده وتهلل مع جميع بيته اذ كان قد امن بالله طبعا قالوا له امن بالرب يسوع المسيح فالنتيجه امن هو واهل بيته وفعلا اعتمد هو واهل بيته واصبحوا من عائله المسيح في الايمان المسيحي. احبائي ابقوا معي لانه عاوز اتكلم عن هذا الموضوع الهام ماذا افعل لكي اخلص؟ ساعود بعد هذا الفاصل القصير. اهلا اعزائي المشاهدين انتم تشاهدون ليكن نور وحديثنا عن سؤال في غايه الاهميه ماذا افعل لكي اخلص طبعا هذا سؤال من اهم الاسئله الجواب على هذا السؤال يحدد مصيرك ويحدد ابديتك من اجل هذا ادعوك في هذه الحلقه ان لا تقامر بنفسك ولا تغامر بحياتك، اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم لان الوقت الان مقبول، الوقت الان هو وقت خلاص، الدعوه مفتوحه والرب يريد ان يتعامل وان يتلامس معك في هذه الحلقة هذا سؤال السجان فيليب لما شاف المعجزة والتدخل الإلهي أنه في زلزلة الرب أرسل زلزلة انفتحت كل الأبواب وانفكت قيود الجميع فطبعا الفكرة البديهية أنه المساجين راح يهربوا فبولس أنقذ هذا السجان من الانتحار من الموت المحتم وقال له احنا جميعنا في هذا المكان فعرف ان الموضوع كتير كتير مهم فسأل هذا السؤال يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص احبائي ان المسيحية تتميز عن سائر الاديان بكتابها بخلاصها وبمسيحها فالمسيح فالمسيحية متميزة فالمسيحية ليست مجرد شرائع عقائد طقوس فرائض من حاول نطبقها لكن المسيحية حياة تتمحور حول شخص حي حول الرب يسوع المسيح المقام من الأموات الحي إلى أبد الأبدين الذي ما زال يخلص حتى يومنا هذا ما زال يصنع المعجزات مازال يحرر وايضا يستطيع ان يغير النفس البشريه ويعطيك الغفران والحياه الابديه ان امنت باسم الرب يسوع المسيح هذا الخلاص هو خلاص فريد من نوعه هذا الخلاص هو خلاص وحيد وهذا الخلاص هو خلاص ثمين كما يقول عنه الكتاب المقدس هذا الخلاص أحبائي يمكن لأول وهو يمكن ما تدرك شو الفكر فكر الخلاص موضوع الخلاص في فحوى يدور في صفحات الكتاب المقدس في عهديه نرى أن الله الذي يأخذ زمام المبادرة في سفر التكوين عندما تعامل مع خطية ادم وحواء وعندما تقابل معهما والبسهما اقمصة من جلد ومن هذه اللحظة الله طلب ذبيحة وانه بدون سفك دم لا يمكن ان تحصل مغفرة للخطايا لانه مكتوب النفس التي تخطئ تموت وان اجرة الخطية هي موت او كما قال الله في سفر التكوين يوم تاكل من هذه الشجره المحرمه طبعا اقصد موتا تموت وفعلا عصى ادم ربه وفعلا سقط في الخطيه وسقطت ذريه معاه الى يومنا هذا فنحن احباء خطاه لسنا لاننا نخطئ ولكننا نخطئ لأننا خطاء بالأصل فإذا عدة أمور لازم ندركها في هذا الموضوع أولا محتاجين ندرك طبيعة الله من هو الله الذي نتعامل معه الله ليس إنسان وليس مجرد بشر من حاول أنه نغريه أو نرشيه بشوية أعمال صالحة أو كما يقول المثل الشرقي يعني الحسنات يذهبن السيئات مش ممكن لأن طبيعة الله مكتوب عنه الله نور لا يدنى منه الله نور يعني لا ظلمة البتة فيه فلأن الله نور فصل بين الظلمة والنور فطبيعة الله نور مش ممكن أي ظلمة مش ممكن أي خطية صغيرة أو كبيرة، احنا ما بنعامل هذا الإله الغير محدود في مستوانا العقلي إنه نحاول نحدده بفكرنا أو نحدده بأسلوبنا أو بطريقتنا. الله عنده طريقته، الله عنده أسلوبه، الله عنده مخططه لعلاج مشكلة الخطية. فمن الأصل علاج الله لمشكلة الخطية هي الدم الدم الذي يكفر عن النفس وهذا الدم عندما يكفر فالله يتنسم رائحه السرور والرضا وكانت هذه الذبائح تعمل بالايمان يعني تضع اليد على الذبيحه بالايمان انه في يوم ما سيأتي الذبيح الأعظم لكي يقدم نفسه فدية عن كثيرين ولكي يضحي بنفسه من أجلك ومن أجلي فالله نور والله أيضا قدوس يعني قداسة الله ما في مقياس أرضي ولا بشري إن حاول مكتوب أن السماء غير طاهرة أمامه وحتى الملائكة تغطي وجوهها امام محضر الله وطبعا لا يدخل السماء اي شيء نجس ولا اي ممكن يعني شبه شر فمن الغباء انه نجعل الله او قداسه الله بمضمون فكرنا المحدود بالنسبه الله فالله قدوس يكره الخطيه ولان الله قدوس لا يطيق الخطيه والله بار ايضا فإذا مش ممكن انه الله يمشي خطية لانه طبيعته قدوسة وهو طاهر نقي وايضا الله عادل من ناحية اخرى الله لابد ان يدين الخطية فالله عمل الحل وعمل العلاج بهذه المعادلة الجميلة انه المسيح تجسد في ملء الزمان حتى يقدم نفسه بموته على الصليب يرضي الله ويكفر عن خطيه الانسان. فالخلاص احبائي هي كلمه كبيره لكن تحمل في طياتها امور كثيره تعني الانقاذ وتعني التحرير وتعني ايضا الخلاص من الغضب الاتي. والخلاص هو عمل الهي بالروح القدس بحيث انه يصبح خلاص ادبي وخلاص ابدي لانه هذا الخلاص كامل مش بيتغير مع الزمن ولا مع الظرف لما الله بينقذ الانسان من الذنوب ومن العيوب يبرئه من خلال عمل المسيح هذا الخلاص عندما يتحرر الانسان من الخطيه فيحصل على الحياه الجديده بالايمان ونستلم عطيه الحياه الابديه بالايمان ايضا ما نسميه نخلص فالخلاص هو الانقاذ، الله ينقذنا من الشر، من الفساد، من الخطيه، يحررنا من قساوه ومن عبوديه الخطيه. نتحرر من دينونه وعقاب الخطيه. لأن أجرة الخطية مثل ما سمعنا موت فالخطية بتسبب الموت وبتسبب أيضا انفصال عن الله عندما نتحرر من قوة الخطية نتحرر من سطوة الخطية نتحرر من بشاعة وقساوة الخطية نتحول إلى حضور الله عندها الله بيعطينا طبيعة جديدة مولودة من فوق، طبيعة بارة لا تخطئ. الانسان القديم العتيق هو الذي يخطئ. فإذا عندما نؤمن ان المسيح مات من اجل خطايانا بموته اخذ مكاننا واخذ ايضا عقابنا. فالمسيح دفع ثمن الخطية، يعني بكلمات اخرى دفع بالكامل. فصار لنا القبول امام محضر الله وهذا يتم عن طريق الاعتراف بيسوع المسيح ويتم عن طريق التوبه فالتوبه هي تغيير الفكر وتغيير اتجاه الحياه بكلمات مبسطه ان نترك كل شيء التوبه عن الخطيه وان ناخذه في حياتنا بالإيمان نتحول إلى الله فإذا أن نترك كل شيء كما قال الرسول شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بال... بربنا يسوع المسيح فبيقرن التوبة بالإيمان العملة ذات الوجهان فنحن محتاجون ان نتوب عن خطايانا وان نؤمن بيسوع المسيح اللي مات على الصليب. اخذ مكاننا عقابنا واخذ ديننا وقصاصنا واعطانا بره واعطانا الحياه الابديه كما يقول الكتاب المقدس لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه لان الله لم يرسل ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم لكن شو المشكله؟ احنا مكتوب وهذه هي الدينونه ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلم اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره. فاذا غرض الله هو ان يعطينا الحياه الابديه بالايمان بربنا يسوع المسيح. قال يسوع المسيح: انتم تؤمنون بالله فامنوا بي وقال ايضا الرب يسوع المسيح: وهذه هي الحياه الابديه. أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته فإذا ينبغي أن ندرك طبيعة الله طبيعة الله أنه نور لا ظلم فيه البتة وأنه محبة يريد أن يقدم أو قدم هذه المحبة بواسطة ومن خلال شخص المسيح لكن المشكلة الكبرى هي الخطيه، كل واحد ملنا كل واحد الى طريقه كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اثم جميعنا اجره الخطيه هي موت، اما هبه الله فهي حياه ابديه بالمسيح يسوع ربنا مكتوب ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لا بأعمال في بر عملناه نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس فإذا أحبائي لا أعمال الصلاح ولا أعمال البر ولا حتى أعمال الناموس بأعمال الناموس لا يتبرر ذي جسد من يعني لو أحفظنا كل الناموس وعثرنا بواحدة فنحن فاشلون في الكل ومجرمين في الكل كما يقول الكتاب المقدس ولا حتى الذبائح لأن الغرض من الذبيحة هو الإيمان بيسوع المسيح لكن طريقة الله هو أن يأتي المسيح يتخذ جسدا في ملء الزمان حتى يكون له مواصفات الفادي لأن المسيح متميز ولد من مريم العذراء حبل به من الروح القدس آه لم يتورث الطبيعه الخطاء فهو بلا خطيه ولم يفعل خطيه وجعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه فاذا المسيح لم يفعل خطيه، لم توجد فيه خطيه، لا يقدر ان يفعل خطيه، بل قال من منكم يبكتني على خطيه، من اجل هذا احبائي اجره الخطيه هي موت، لكن العلاج هو في شخص يسوع المسيح من خلال محبته، من خلال زيارته لنا، من خلال افتقاده، من خلال موته على الصليب. من خلال قيامته من بين الأموات وعلى فكرة عند الله طريق واحد ما عندوش طرق الله عنده دين واحد ما عندوش أديان إما أنت في المسيح أو خارج عن دائرة المسيح فالله لا يناقض نفسه والكتاب المقدس لا ينقض نفسه ولا يناقض فكلمة الله واضحة من سفر التكوين حتى سفر الرؤية تتكلم عن حمل الله الذي يرفع خطية العالم فهذا هذه الحقيقة مهم جدا ندركها اليوم في حياتنا الله مش ممكن يتغير الله ما بيتغير الله لا ينسخ المكتوب مع الناس شيء اسمه النسخ والناسخ أو المنسوخ طريق الله واحد مخطط الله واضح كلمة الله واضحة، نبوات العهد القديم عن شخص المسيح واضحة، فمن يعني الجهالة أن نحاول أن نترجم أمور لغير شخص أو شخصية يسوع المسيح الوحيد الذي استطاع أن يكون فيه هذه المواصفات لكي يكون الفادي والمخلص أيضاً. أعزائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير. احبائي لا مجال للمسايره في هذا الموضوع فكلمه الله واضحه جدا حتى من ولاده يسوع المسيح مكتوب يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم فاذا هذا الخلاص هو الخلاص من الخطيه والكتاب واضح جدا يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح أي المخلص اللي قدم نفسه كإنسان فدية ذبيحة بموت الكفار على الصليب وقيامته من بين الأموات مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص مكتوب التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض لاني انا الله وليس اخر فاذا هذا الخلاص هو من خلال يسوع المسيح فالمسيحيه تقدم الخلاص لان اثبت فعليا أن الإنسان لا يستطيع أن يخلص نفسه لا يستطيع أن يحفظ الناموس بالكامل أجرة الخطية سواء خطية صغيرة خطية كبيرة لأن الخطية هي إهانة مباشره موجهه ضد الله الغير محدود فكانك انت بتقول بخطيتك كانه الله غير موجود وان كان موجود انت عم تستهتر فيه عم تسخر منه من خلال خطيتك ما هياش كبائر ام صغائر فحشاء او منكر او خطيه عرضيه او مميته خطيه كبيره او صغيره الخطيه هي خطيه في نظر الله عندما بتسأل دائما بقول لك انا ما قتلتش انا ما سرقتش انا ما زنيت هذا مش مقياس انك انت مش خاطي. من يعرف ان يعمل صلاحا ولا ولا يعمله او يفعل حسنا ولا يفعل تحسب له خطيه. وكم من المرات نخطئ بالفكر او بالقول او بالفعل. وما هو المقياس؟ هل مقياسنا البشر ام روح الله القدوس الذي يكشف السرائر؟ يعرف خبايا القلوب فالمسيح مميز والمسيح هو المخلص وعندما نؤمن بيسوع المسيح نحصل على الحياة الأبدية هذه عطية الله مكتوب عن يسوع المسيح أنه جاء ليعطي حياة وحياة أفضل حياة فضلة حياة فياضة حياة مليانة بالبركة حياة ذات الله هذه الحياة الأبدية بتبتدئ من لحظة قبولنا ليسوع المسيح وبكون في يقين وتأكيد لإيماننا أو لأبديتنا لأنه آمنا أو حطينا ثقتنا وإيماننا في يسوع المسيح مكتوب الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا ياتي الى الدينونه بل قد انتقل من الموت الى الحياه، نحن نعلم اننا انتقلنا من الموت الى الحياه يقول الكتاب المقدس من يقبل الي لا اخرجه خارجا في يوحنا عشر مكتوب ولا يقدر احد ان يخطفها من يدي، فهذا الحياه الابديه هي ايضا الضمان الابدي عندما نعترف بخطيتنا ونتوب عنها ونسلم حياتنا ليسوع المسيح نحصل على غفران الخطايا نحصل على عطيه الله على عطيه الحياه الابديه مكتوب الذي انقذنا من سلطان الظلمه ونقلنا الى ملكوت ابن محبته فاذا هذه الحياه الابديه في شخص يسوع المسيح نحن نعلم يقين تاكيد اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياه ماذا يحصل عندما تؤمن وتسلم حياتك ليسوع المسيح احبائي في امتيازات كثيره جدا الامتياز الاول نصبح اولاد للرب مكتوب واما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يسيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا مشيئه رجل او جسد بل من الله وقال يسوع المسيح لرجل الدين نيقوديموس اللي كان حافظ للكتاب المقدس الحق الحق اقول لك ان لم تولد من فوق لا تقدر أن ترى ملكوت السماء ينبغي يعني أن تولد من فوق الولادة الروحية ولادة الروح نسلم حياتنا ليسوع المسيح فهذا عطية وامتياز كبير كبير الرب يحررنا مش بس عشان نتحرر من الخطية الرب يحررنا حتى نصرخ يا أبا الأب حتى نكون أولاد وبنات للرب علاقة شخصية علاقه حميميه، علاقه الابوه والبنوه، لانه الله بحبك، الله بحبنا، المسيح اعلن عن الله كآب، وبتعرفوا كثير ناس اليوم بيفتقروا لكلمه تآب، وكل ما يروه في الدين هو قساوه، وكل ما بشوفوه في الدين هو موت وعنف. كل ما بشوفوه في الدين هو افعل او لا تفعل وكل ما بشوفوه في الدين من معامله قاسيه ومن زوايا قاسيه الى اخره لكن المسيح مليان رافه مليان حنان وجهنا لمحبه الاب بطلت علاقه العبد بسيده لكن الابن بابيه اعطانا السلطان ان نكون اولاد الرب يعني هاي الحريه من العبوديه حتى نصرخ يا ابا الاب الروح نفسه يشهد لارواحنا اننا اولاد الله ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني اصبحنا اولاد الرب التبني لنا كل الامتيازات الشرعيه والقانونيه لنا كل بركات السماء من غفران الخطايا، من الفداء، من المصالحه، الى الدخول الى السماء، كل هذه الامتيازات من خلال البنوه، ان اصبحنا اولاد للرب. ثم احبائي شيء اخر من خلال ايماننا بيسوع المسيح مكتوب اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا فإذا من خلال إيماننا بيسوع المسيح بيعطينا حياة أبدية وضمان أبدي من خلال إيماننا بيسوع المسيح نصبح أولاد وبنات للرب عندنا الحقوق الشرعية أن نصلي وصلواتنا تستجاب وتكون العلاقة شخصية وإنه فعلا نختبر المصالحة والسلام ونختبر الحرية والشفاء نختبر حضور الله في حياتنا وأنه لنا الثقة بالدخول إلى الأقداس إلى حضرة الله لكن أيضا نصبح خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مطت فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة هذه نعمة الله في موضوع الخلاص مكتوب بالنعمه انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطيه الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد لاننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها فنصبح خليقه جديده تحفة المسيح عمله وتحفته ايضا ومن خلال هذا الخلاص والخليقة او الخلقة الجديدة ساعتها الله بيعطينا الامتياز انه نعمل اعمال الصلاح اعمال الصالحة اعمال البر اعمال الايمان بقوة يسوع المسيح نصبح خليقة جديدة فهذه الامتيازات احبائي مهمة جدا انه ناخذها في حياتنا اليوم حتى نعيشها. كل من لا يفعل البر ليس من الله وطبعا كذا من لا يحب اخاه. والرب يسوع بيتكلم من ثمارهم تعرفونهم. بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ظاهرون. الانسان بيتشبه بالقائد القائد بتبعنا مثال الكمال وكمال المثال فإحنا منتشبه بالقائد بتاعنا وأعطانا هذا التميز أنه إلنا حياة أبدية بواسطة الرب يسوع المسيح قال يسوع ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه واتعشى معه وهو معي لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلصت لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص لان كل من يدعو باسم الرب يخلص كل من يؤمن به لا يخزى فأنا بدعوك اليوم إنك تصلي معي وفعلا تطلب الرب يسوع المسيح. رح نفتح أرقام الهواتف إذا عندك أي سؤال إذا بتحب تعرف أكثر عن هذا الموضوع فيك تتواصل معنا الآن سأعود بعد هذا الفاصل القصير. اهلا اعزائي المشاهدين حديثنا في هذه الحلقه ماذا افعل لكي اخلص هذا سؤال كثير كثير مهم محتاج تجاوب عليه خليني افتح الخطوط اخذ المكالمه الاولى من ابو مهند من الاردن من الاردن اهلا وسهلا ابو مهند انت معنا على الهواء ابو مهند تفضل انت معنا على الهوى طيب ابو مهند اهلا وسهلا فيك انت على الهوى مساء الخير مساء الخيرات ابو مهند تفضل تحيه محبه للاخ نزار شاهين شكرا حبيبي شكرا كثير على احب بعضكم بعضا كما احببتكم نعم. وانا احبك ايها الاخ العزيز حبيبي ربنا يباركك شكرا نفس الشعور سؤالي يقول هل استطيع ان أتك... أ... ان اتأكد من خلاصي؟ ان العديد من المؤمنين غير متأكدين من خلاصهم، لكن لا يعني بانهم لا يستطيعون ذلك، كما كتب الرسول يوحنا قائلا: كتبت اليكم انتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا ان لكم حياه ابديه ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. يوحنا الرسول ذكر عده نقاط للخلاص النقطه الاولى ان نعترف بخطايانا وردت في رساله يوحنا الاولى ان حفظنا وصاياه وردت في رساله يوحنا الاولى ان اعترفنا بان المسيح هو ابن الله ان كنا لا نمارس الخطيئه ان كنا نظهر محبه للاخرين لان الروح القدس استخدم هذه الحقائق الكتابيه لكي يرسخ في قلب كل انسان حقيقه الخلاص فلنتامل ايها هذه الحقائق ونؤمن بهذا الخلاص الذي قدمه لنا الرب يسوع المسيح شكرا للاخ نزار شهيد شكرا جزيلا ابو مهند فعلا كلامك يعني وتعليقك كثير كثير واضح وكثير مهم في انجيل يوحنا اصحاح 20 اي 31 اقتبست هذه الايه ابو مهند واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا يعني بيتكلم عن كل ما قيل في يوحنا من شهادات من اقوال من معجزات اللي بسميها ايات فكل هذه الاحداث في حياه يسوع فيها غرض لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم ان امنتم حياه باسمه هذا هو الانجيل قال رسول بولس لست استحي بانجيل المسيح لانه قوه الله للخلاص لكل من يؤمن هذا الانجيل اللي فيه كلام الله هو قوه الله للخلاص ولما الرسول بولس كتب عن هذا الانجيل الاخبار الساره الاخبار المفرحه قال اعرفكم بهذا الانجيل الذي به ايضا تخلصون هو انجيل الخلاص كيف نخلص؟ مكتوب ان المسيح يسوع مات حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب هاي هي الأخبار السارة أنه ما في داعي أنت تموت ما في داعي أنك تتجاهد من أجل خلاصك في شخص كامل والله يقبل ويرضى عن هذا الكمال هو شخص يسوع المسيح اللي أخذ خطاياك في جسده أعطاك بره أخذ أسقامك وأمراضك وأعطاك شفاءه أخذ فقرك وعارك وخزيك وأعطاك أعطاك غنى وأخذ أحبائي يعني كل ما هو مشوه وأعطانا كل ما هو حسن وجميل بكلمات بسيطة أخذ حتى اللعنة صار لعنه حتى انت تحصل على هذه البركه، اللعنه اقصد كل الخطايا ونتائجها وبشاعتها ومرارتها وقسوتها وتاثيرها في المجتمع في العيله في كل مستويات الحياه، المسيح دفع فهذه موجوده لك، انت عليك فقط تؤمن بيسوع المسيح، تؤمن فعلا انه مات على الصليب، تؤمن انه قام من الاموات تؤمن انه يستطيع ان يخلصك وتؤمن ان المسيح هو ابن الله، يعني الله الظاهر في الجسد اللي جاء حتى يقدم خلاص من اجلك وينقذك من الموت ويحررك من العبوديه ويعطيك الحياه الابديه، هذا هو عمل المسيح الكامل. فانت كل ما عليك انك تسلم حياتك تسلم بالايمان يعني لازم يكون في توبه حقيقيه توبه من كل القلب اللي فيها يتغير فكرك بيتغير اتجاهك بتترك كل شيء حتى تستتبع الرب يسوع المسيح خليني احكي معاكم بصراحه نحن لا نقدم مسيحيه رخيصه نعم فيها بركات وفيها فرح وفيها السماء لكن فيها اضطهاد وفيها حمل الصليب وفيها إنكار الذات وأنا بدعوك إذا أنت متردد في هذا الموضوع من الأفضل أن لا تأتي إلى المسيح من أن تأتي وتكون مسيحي اسمي ما فيش اسمه مسيحية اسمية لأنه هكذا أحب الله العالم أجمع كله بغض النظر بدون أي استثناء شو خلفيتك كنت عربي كنت مسيحي مسلم كنت يهودي بوذي كنت أي خلفية كنت ملحد كنت بلا دين أجنوستيك أي, أي شيء الرب بحبك وقدم هذا الخلاص من أجلك وهو يعني واقف على باب قلبك وعم بينتظر وبيقرع حتى فعلا أنك أنت تتجاوب مع هذا الصوت يعني خلي في بالك أن الله لا يرغم أي إنسان الله لا يعني, يعني لا يسمح حتى بانه يقلل بتهادن عن اهميه هذا الموضوع الموضوع ليس رخيص كلفت دم المسيح ابن الله الوحيد عندما نقول ابن الله مرة بحب أركز نحن لا نشرك بالله ما في مسيح في العالم بآمن بالشرك فإذا في ناس بتتهمنا شو الغرض من هذا الاتهام؟ مع اننا نقول نحن نؤمن باله واحد، لكننا عندما نتكلم عن هذا الخلاص انه يسوع يتخذ كلمه الله يتخذ جسدا في ملء الزمان والكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا نعمه وحقا، هذا هو الخلاص بواسطة الرب يسوع المسيح خليني أخذ مكالمة من الجزائر من محمد أهلا وسهلا أخ محمد أنت معنا على الهواء محمد من الجزائر تفضل أنت معنا على الهواء أهلا مساء الخير مساء الخيرات أهلا وسهلا إنت معاي. معاي على أنت معي, معي على الهواء تفضل تفضل اخ محمد إنت معانا على الهوى نعم نعم انا سامك الحين كنت بدي اسالك يعني عن جاء شيء في, في في الانجيل يتحدث عن الكعبه بيتحدث عن الكعبه آه طبعا يعني لا يا اخ محمد مع كل احترامي لك ومحبتي لشخصك لكن لا توجد اي يعني دليل لا من قريب ولا من بعيد بيتكلم عن الكعبه يعني احنا في, في الاسلام نعرف انه سيدنا ابراهيم وابن اسماعيل هم هم اللي بنوا الكعبه عندكم شيء شيء هيك لا ما في هذا الشيء اطلاقا اطلاقا يا اخ محمد لأن إبراهيم كان عايش يعني. في منطقة بير السبع بالصحراء والكعبة كانت في الجزيرة العربية اللي هي اليوم في السعودية مش مذكور أنه يعني وصل إلى هناك أهلا بك يا أخي محمد وإن شاء الله أنه نكون على التواصل وإذا بتحب تترك رقمك نتواصل معك نتحدث أخي محمد بكل سرور إذا بت... بتحب تحب أحطك اون هولد تعطي رقمك شكرا طيب شكرا لك أهلا يا أخي محمد كان محمد من الجزائر الأخت نهال أهلا وسهلا أخت نهال من إنجلترا تفضل أخت نهال أه أه مساء الخير يا مساء الخيرات أهلا وسهلا أهلا بك ربنا يباركك ويباركك أه نفسي أه نفسي أسأل سؤالي اسيف نزار لأنه عنوان الحلقة ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص يعني نعم وإحنا كمسيحيين بنقول إن الخلاص هو في المسيح والمسيح ده مش للمسيحيين بس ده لكل الأديان وكنت بتكلم مع احد اخواتي المسلمين اللي بحبهم من كل قلبي فسالني سؤال عايزه اطرحه على حضرتك زي ما هو. اتفضلي. بيقول لي ليه ليه المسيح مات؟ فقلت له لانه قانون الله كان ان اجره الخطيه هي موت وكان لازم لا. اللي يدفع اجره الخطيه هو حد بلا خطيه فعشان كده المسيح مات فقال لي آه, طب مش الله كلي العلم وكان عارف ان ادم هيخطي ليه اساسا الله حط القانون ده آه, ولا هي تمثيليه doesn't make sense. قال لي كده بالظبط والشق الثاني من السؤال بتاعه قال لي لما الانسان اخطا مش كان ممكن الله يغفر بكلمه لانه قدير وصاحب السلطان مش انتوا بتقولوا كده من غير ما يقبل انه ابنه يتعذب على الصليب فايه رد حضرتك على الحته ديت وربنا يبارك ربنا يباركك شكرا كثير كثير لك اخت نهال فعلا كثير كثير السؤال مهم السؤال الاول ليه المسيح مات خليني اكد لك يا اخت نهال والسؤال السؤال يعني اللي سئلتي في حاشا انه يكون في اي تمثيليه بالنسبه لي ان ادرك محبه الله يعني هذا فوق الوصف وفوق كل تعبير وخليني اجي من الاخر للاول الكتاب المقدس بقول لانكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب من سيرتكم الباطله التي تقلدتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح اسمعيني واضح دم المسيح معروفا سابقا قبل تاسيس العالم. وهذا الدم اللي بيحكي عنه بدون سفك دم لا تحصل مغفره للخطايا اللي قال عنه يوحنا المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم وخلينا ناخذ المشهد اللي بيتحول الى السماء في سفر الرؤيا بيتكلم يوحنا الرائي انه شاف خروف قائم كانه مذبوح. ففكرة الفداء هي في فكر الله الأزلي الأبدي لأن الله مش محدود في الزمن مش يعني إحنا محدودين في الزمن بالنسبة لله تايمليس يعني يتخطى حدود الزمن ورؤية الله للأمور غير عن رؤيتنا نحن شيء ثاني الله مكتوب عنه للذات مع بني آدم أنا كوني يعني زي الكمبيوتر اللي أمامي بصنعه وبخلقه إذا ما بيتجاوب معي شو اللذة؟ الله لما خلق كل شيء كان عاوز يتلذذ لكن بنفس الوقت الله بالنسبة له الخطية مش مفاجأة لأنه محبة الله أعظم عاوز يعني كيف أنا بدي أختبر شيء في العيلة أو في البيت مثلا محبة الزوجة أختبر هذه المحبة اللي تكون بغض النظر إنه الشخص بحبني بغض النظر يعني فوق كل مستوى بطريقة غير محدودة بطريقة غير مشروطة الله أحبنا وهي المحبه في الله يعني موجوده منذ الازل محبه ازليه موجوده في ذات الله طبيعه الله محبه ابديه احببتك فاذا ليه الله سمح للخطيه يعني لو ما سمحش للخطيه كان قلنا ليش الله خلقنا بدون حريه الاختيار حريه التعبير كان ممكن نسال السؤال بصيغه ثانيه لكن اذا جينا الى الجواب بطريقه منطقيه. الله كامل وعندما يخلق الانسان هل كمال الانسان يوازي كمال الله؟ يعني هل الانسان المخلوق هو في كمال الله؟ الجواب طبعا لا. فاذا عدم كمال الانسان زائد الحريه الشخصيه يساوي خطية، وهذا القرار اللي أخذه الإنسان، لكن وبينما الإنسان يأخذ هذا القرار منذ الأزل الله بحب الإنسان ودبر له خطة فداء. والسؤال الثاني بجاوب على السؤال الثاني، لا الله مش ممكن يغفر بكلمة مع أنه ممكن يغفر بكلمة، لكن الله لا يناقض طبيعته، في توازن في الصفات الإلهية، الله مش إنسان يا أخت نهال. الله هو إله غير محدود صفاته غير محدودة الله قدوس الله بار الله نور الله عادل الله مش ممكن يقول أوكي أنا مسامحك على أساس إيه على أساس بحبك طب أنا بناقض عدالتي بكسر عدالتي بكسر, بكسر بري بكسر قداستي ففي توازن فكان الحل لكل هالمشكله هو المسيح ان يتخذ جسد في ملء الزمان ليعالج مشكله الخطيه ولكي يكون الفادي، الفادي مش لازم يكون مخلوق فالمسيح مولود لكن بلا خطيه وهو الوحيد الذي يستطيع ان يكفر عن كل خطايا البشريه من الماضي الى المستقبل الى اخر واحد لانه مقبول امام الرب، الله قال في هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت هذا جاء رد سريع لكن السؤال ممكن الواحد يسأله بأي شكل من الأشكال يا أخت نهال فالموضوع مش السؤال اللي بهمني أكثر محبة الله قبل خطية الإنسان ليه الله بحبني وليه بيحبني رغم خطيتي هذا طبعا اللي بخليني أكون شاكر لإله في كل الأبدية شكرا لك خليني أخذ مكالمة من جورج من كندا. اتفضل اخ جورج انت معنا على الهواء سلام الرب يسوع لك يا اخي نزار والرب يباركك ويباركك انا بشكرك انا بتشكرك كثير على موضوع اليوم انا بدي اقول لك اخي نزار من هذا المنبر انه نداء لاخوتي واحبائي المسلمين الذين كلما اتكلم معهم ياتي هذا الكلام الذي الذين يقولون ان الله حاش له ان يصلب واقول لهم بما ان الله قال نتيجه الخطيئه هي الموت فلا احد يستطيع ان يحمل هذه الخطيئه الا الذي وضع القضاء على الخطيئة التي قال هي الموت فكان يستوجب على الرب يسوع أن المتجسد الإله المتجسد أن يحمل خطيئة الإنسان ونحن مباركين في هذا الوقت بالروح القدس لأن الولادة الحقيقية أتت بولاده الروح القدس فينا واختلاطنا كما قال الرب يسوع قال انا انا في الاب والاب فيا وكذلك انتم تكونون في وانا فيكم فالرب يسوع بالروح القدس نحن فينا مثل ما يقول اعطانا اعطانا الملكوت هديه آه اخي نزار اليوم العمليه الفداء اللي اعطاها الرب آه مثل ما يقول مجانا مجانا اعطانا الهديه اليوم اذا اخذت اي شغله حاجه ووضعتها اليوم في السوق في الماركت وصرت تنادي تقول تعال تعال وهي الجبنه مثلا او الخبز او اللحمه مجانا الكل قليلين راح يجوا يا اخي نزار وياخذوا هذا المجانا لانه الكل راح يشك لانه راح يكون عندك ايمان تقدموا وتذوقوا هذا الشاهد هذا العسل الذي تذوقنا منه نحن انهارا تاتي منكم يا اخوتي يا احبائي نحن انا انا فخور ان اكون وانتمي الى ربي يسوع الذي علمني ان اضحي واحب من لانه لا يستحيل يستحيل على الانسان بطبيعته البشريه ان يحب الذي يكرهه وأن يغفر الذي يعاديه يستحيل نعم. إلا إذا كان روح القدس روح الرب يسوع موجود فيه أنا طيب. شكرا أحسنين شكرا أحسنين. جزيلا أخ جورج ربنا يباركك حبيبي شكرا على هذه المداخلة بس توضيح سريع اللي تصلب مش الله الإنسان يسوع المسيح هذا هو التصحيح البسيط معاي أخت رشا نور اهلا وسهلا اخت رشا فضلت معنا على الهواء اهلا يا اخي نزار النهارده كنت بتكلم على ازاي اخلص انا سمعت ان في واحد مسلم بيسال بيقول ان دي تمثيليه وان دي امور غير مقبوله لا سوري المسلم سال هل الكعبه موجوده في الكتاب المقدس لا. وقلت له لكن اخت ثانيه سالت سأل... انه هل هذه تمثيليه ايوه هي سالت لان في حد سالها السؤال ده نعم انا عايزه اقول ان دي الحقيقه الوحيده اللي ممكن الانسان يقابلها في حياته ويقدر من خلالها يتنقل من سلطان الظلمه الى ملكوت الله الله بيقدم بيقدم لينا الطريق ان احنا نوصله بالايمان من غير اعمال آه عايزه اقول كمان ان محبه الله الغنيه اللي انسكبت بالروح القدس في قلوبنا والاعلانات لينا دي محبه غير عاديه واحنا قدامها المفروض ان احنا نسال نفسنا السؤال ده هل انا قادر ان انا اقف امام عدل الله في نهايه ايامي انا كواحده مسلمه كنت بـ بـ بترعد من هذا الامر ان انا افكر ان انا ممكن اقف امام عدل الله في نهاية الأيام ويبقى قدامي ميزان الحسنات والسيئات لكن أشكر الرب يسوع اللي جه إلى هذا العالم و... و... وصلب من أجلي أنا رشا وغير حياتي واداني الضمان آه في إن أنا مش هقف أمام هذا الميزان المخيف المرعب لكن أنا هتغطى بهذا الدم الغالي الثمين اللي اتفق اللي من اجلي على عود الصليب وانا بدعو كل واحد مسلم ان هو يسال ربنا وان هو يقول يا رب من انت انت مين يا رب تعالى نور زين يا رب تعالى افتقد قلبي يا رب تعالى غير طريقه افكاري والاسلوب اللي انا بفكر بيه طول عمري لان الاسلوب اللي انا بفكر بيه طول عمري ده مش هوديني الى نهايه جيده نهايه في السماء. لكن هيوديني الى المصير الغير معلوم فانا بدعو <متحدث> كل اهلي وكل احبائي وكل اخواتي اللي انا كنت في وسطهم زمان ان هم يصلوا هذه الصلاه يقولوا يا رب افتح عيني يا رب علشان اقبل عملك على عود الصليب يا رب افتح عيني علشان افهم ان الصليب ده هو مش تمثيليه الصليب ده اكبر حقيقه معلنه بتعلن عن حب الله الغير عادي الغير محدود من اجلي ومن اجلك أمين. امين امين شكرا كثير يا اخت رشا ربنا يباركك واضح انت شكلك مسافره لمكان معين الرب يستخدمك في اي مكان انت موجوده فيه هذه كانت الاخت رشا نور احبائي رشا نور مش غريبه عنكم دائما تظهر على برامج ليكن نور ربنا يباركك خليني اخذ مكالمه سريعة على سكايب اهلا وسهلا انت معي على سكايب تفضل أه... الو أتفضل أه، انا مع حضرتك اولا ربي يبارك لحضرتك ربنا يبارك أه... حبيبي الله يخليك إيه؟ أه... مع... معك ميدو أه... حضرتك انا بحترم جدا جدا أه... موضوع الحلقة النهاردة لأنه موضوع جدا مهم أه... محبة المسيح لينا وإن هو في شخص ممكن يفديك بالمال مم. يعني أنا أفديك بالمال لكن أفديك بروحي دي مش أي حد يعملها ولا أبوك وأمك حا أخميدو يعني أكتر من أبوك وأمك أخ يس yes. أخميدو أنا عارف يعني حكوا لي إنك أنت شخص عابر إلى المسيح أنا بعتذر لك أخميدو إحنا معانا بس تواني بسيطة لكن ممكن أطلب منك في حلقة قادمة تتواصل معنا وتشرح فكرتك أنا بحب أعطيك فرصة كمان تشارك في المرة القادمة ربنا يباركك يا خميدو وسامحني أعذرني أن الوقت أزف لكن بحب أعطي فرصة أخيرة لكل مشاهد السؤال كان ماذا أفعل لكي أخلص الجواب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص بهالبساطة؟ نعم بهالبساطة تحط ثقتك في يسوع المسيح وكل من يدعو باسم الرب يخلص وكل من يؤمن به لا يخزى. تستطيع ان تصلي هذه الصلاة، يا رب نجني يا رب ارحمني انا الخاطئ، تعال اسكن حياتي وغيرني وانا بقبلك. إلى اللقاء في حلقة قادمة.